اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وسابق تتسابق، زي ما انتوا شايفين حلقتنا مميزة جدا لأن المسابقة بين الزوج والزوجة، وانتوا عارفين طبعا حلقتنا في كل مسابقتنا في كل حاجة، في الفن، في الثقافة، في الغيرة، حتى في المشاكل الزوجية. النهاردة معانا الأستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بيك. ومدام أسماء منورينا. ربنا يخليك. ايه جاهزين بقى ولا ايه؟ اه تمام. عايزين باور كده وعايزينك تكسبي المسابقة دي. يا رب. لو كسبتيها هتعملي ايه؟ هشتري شقة. هتشتري شقه؟ متخيله بكام؟ ايه؟ متخيله بكام؟ احنا يعني هتوصلي لمرحله الشقه؟ يا رب. احنا عندنا اول مرحله ب 5000 جنيه بتتضاعف في كل مرحله. يا رب. فين الشقه بقى؟ اخرها توك توك. لا بجد نفسي، عشان مأجرين هنا بقالنا فتره، فنفسي في شقه بجد. ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله يا رب. استاذ ابراهيم هتزعل؟ اكيد طبعا مش هتزعل، هي كسبت لانها هتاخد الفلوس تجيب بيها شقه. لا ده اكيد، بس تيجي بس. ان شاء الله باذن الله. جاهزين؟ ان شاء الله. اول سؤال بيقول: الموطن الاصلي للباذنجان، الهند، اليمن، اليونان. وكده المدام هي اللي تكسب. الجايزه هتروح للمدام. ده يزعلك؟ لا طبعا واحد. لا عادي بجد زعلان يعني؟ لا. ولا منفس ولا اي حاجه؟ لا ما هو عادي يعني، واحد مش فارقه. واحد. ها هتديله الفلوس ولا تعملي بيها ايه؟ لا مش عارفه. الشقه زي ما قلت لحضرتك في الاول بس. ان شاء الله. دلوقتي فقرتنا الاولى خلصت، وبكده خلصت الفقره الاولى. طبعا زي ما انتم شايفين اسماء هي اللي فازت في الفقره الاولى. فاصل نرجع لكم نكمل الفقره الثانيه. تعرفين احنا في الفقره الثانيه هيحصل ايه؟ انتوا الاثنين مع بعض هتبقوا، وهيجي قدامكم منافس. المنافس ده ممكن يكون دكتور او محامي، او دكتور محامي، اي مانع يبقى ينافسكم في التخصص بتاعه. تمام. هو اللي جاي معنا دلوقتي شيخ او عالم روحاني، بيقول ان هو ممكن يعرف اسرار. ده التخصص بتاعه يعني، ممكن يعرف اسرار عنكم. اذا الاسرار دي طلعت صح هو بيكسب، الاسرار دي طلعت غلط هو انتوا اللي بتكسبوا. وهو ده بيقول الاسرار دي بالاثبات. بالاثبات. يا نهار. يا رب. يا رب. تمام. زي احمد ابن خالتك. ممكن تدخل الشيخ؟ زي احمد ابن خالتك. انا اعرف ناس كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه؟ شكلك مش غريب عليا على فكره. شكلي مش غريب على حد. شكلي شفتك قبل كده. وانا كمان شفتني قبل كده حقيقي يعني ولا ايه؟ انا يعني سمعت عنك بس انا ما اعرفش. انا قالوا لي في شيخ جاي النهارده بس ما اعرفش ان انت شكلك كده خالص. هتعرفي دلوقتي ان شاء الله. وبتفهم بقى في كل حاجه؟ انا بسمع ان انت في الفلك وفي الفك السحر وعلاج المس والكلام. حلوه بتفهم دي. انا ما بقتنعش بعد اذن حضرتك بالموضوع ده. بس ما بتقتنعش بايه؟ بالسحر والشعوذه، او ان انت تعرف حاجه انا مش عارفاها او كده. لا بس علم الفلك ممكن. يعني انت ممكن. مثلا يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟ لو انت عايز تعرف حاجه عني تثبت لي بكده. ممكن لو ثبت لي اصدق. والشقه اللي سبتوها وكان ايجارها رخيص عشان في واحد اتحرق فيها ومات. ايوه كملي يا استاذه. ايه اللي انت قلته ده حقيقي؟ هي تقول. ايوه حقيقي. ايه؟ طب استنى. اه حصل كده. انت عرفت ازاي؟ رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية ومعانا الشيخ أو العالم الشيخ جعفر المصري. أهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا. نورنا. الله يخليك.
انت عارف طبعا الفقره ديت حركه تقول مجموعه اسرار للمتسابقين اللي معانا، ولو طلعت صح حضرتك بتكسب بالجائزه، لو طلعت غلط هم اللي بيكسبوا. تمام. بس احنا عايزين نعرف مدى التوافق النفسي والعاطفي بين الزوجين. طيب انا بس يعني اخد بيانات صغيره كده واقول لكم ان شاء الله مدى التوافق. اسم حضرتك؟ اسماء محمد علي. لا الرباعي لو سمحتي. اسماء محمد علي محمد. تاريخ الميلاد؟ 17/4. اسم حضرتك؟ ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح محمد. طيب انا من خلال البيانات اللي انا اخدتها منكم ديت عشان برضو تبقوا فاهمين، الارقام الاولانيه من اساميكم بتتحول لارقام الحروف الاولانيه، وتواريخ الميلاد بنجمع ده على ده وبنعمل حسبه كده غريبه بنطلع منها صفه الشخصيه. انت حضرتك قلت لي البرج الحمل، الابراج اللي بتكتب في الجورنال دي قصه، والابراج اللي انا هحسبها دي دلوقتي اللي انا هطلع منها الشخصيات ده موضوع تاني خالص. دي الابراج السنيه ممكن غير الفلكيه، غير اللي احنا بنقراها في الجرايد، غير اللي انتوا بتقروه في الجرايد. بقى احنا بنتكلم بشكل علمي دلوقتي، بنتكلم أيوة كلام. معلش احنا اسفين يا شيخ، احنا بس هي بس اتخضت واحنا اتخضينا يعني لما قلت كده. اتخضيتوا من ايه؟ وانا لما عرفت موضوع الشقه اللي انا خفت منها. لا اصل غير الابراج الفلكيه اللي معروفه العموم، السرطان، الحمل، الجوزاء، الاسد، الابراج اللي هي المعروفه. اهدوا شويه، كل حاجه هتبان دلوقتي، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتوا دلوقتي عايزين تعرفوا، الأستاذة بتقول أنا ما بأمنش بالجن مع إنها سابت الشقة علشان خاطر كان فيها جن يعني. هي كمان غيورة جدا بجد؟ وبتغير من مجال شغلك بالذات. وإنت عندك ما يدعو للغيرة. أيوه جدا. أنت غيورة فعلا؟ ولما بيتأخر شوية ببقى منهارة جدا جدا، وتليفونات بقى. ولما بيغيب برا البيت ببقى متخيلة في حاجات غريبة كده. تخيلاتك صحيحة يا أستاذة. بلاش كده. غيرتها اللي هي فعلا؟ ايه؟ تخيلاتك صحيحة فعلا. اللي هي ايه؟ كل وبالرغم ان هي عنيدة جدا الا ان هي ما عندتش دلوقتي وقالت عنيدة مش كده؟ جدا. لا بعد الحدود. برافو يا بت، يعني هي متجاوبة جدا. لما بتعمل معاك مشاكل كتير بسبب السجاير هي خايفة على صحتك، يعني انت ليه ما بتنصعش الكلام هي؟ يعني اخر حاجة لسه متخانقين تحت والعصفورة قالت لي ان انتوا خانقين بسبب السجاير. ازاي حضرتك؟ ده كنا قاعدين تحت احنا الاثنين يعني. تاخدش في بالك، هي شكاكه جدا خلي بالك، وحاول تبعد عن الحاجات اللي هي بتخليها تشك علشان حياتها ما تبقاش عصبيه يعني. الكلام ده حقيقي صحيح؟ طب هو يعرف حد عليا؟ مش عارف ازاي، لا كنا قاعدين احنا الاثنين تحت. لا لا ده موضوع تاني. بس انا عايز، ما هو ده اللي في دماغي دايما وده اللي انا ببقى مقتنعه بيه، هو بيحاول يقنعني بحاجه تانية. طيب صاحب الخبطه دي الاسهال اللي عنده اخباره ايه؟ ازاي مش فاهم اللي خبطك الخبطه اللي في عينيك دي، الاسهال اللي عنده عامل ايه؟ اسهال ابني. الف سلام عليك. الله يسلمك فعلا. ايوه ابني بقاله اسبوع كده الموضوع ده. هو خير ان شاء الله، ما تقلقيش يعني، ده طبيعي. أيوة. جدا يعني. بس طب هو يعني ممكن يكون بيسنن زي ما انا متخيله ولا هو؟ اهدي بس شويه، انت تخيلاتك كلها على فكره. انت على فكره يا شيخ والله انا كمان جسمي اشعر يعني، الله يكون في عونها، انا جسمي اشعر. انت ازاي بتعرف ده؟ يا بتخافي زيها من الفيران ومن الضلمه؟ جدا. هي كمان جدا ولا انت بتجاوبي عن نفسك؟ انا كمان بخاف من الفيران جدا، من كل الحشرات. طيب يا استاذي بقى نجي لك شويه يا استاذ ابراهيم ولا؟ ماشي اتفضل. بس هو حضرتك انت قلت الابراج، ما جبتش سيره الابراج، بس جبت حاجات فعلا حصلت. بس ازاي؟ خلينا بعيد شويه ولا نكمل؟ لا كمل كمل، انا عايز اعرف اكتر حاجه ممكن. طيب الاستاذ ابراهيم النت عنده يعني يمكن اهم من البيت، ودي ظاهره مش صحيه يعني. ده حقيقي يعني؟ خف من النت شويه واهتم بالبيت شويه. ايوه طول ما احنا قاعدين، حتى لما بينام بيفضل نايم، بيسهر عليه لحد لما بينام. طب حضرتك الحاجات دي برضو عرفتها ازاي او كده؟ هو نفس السؤال انا عايز اساله لك بجد يعني. طب احنا هنخلص الحلقه في عرفتها ازاي؟ انا اصلا بتاع كفته ولا جايين حد روحاني؟ احنا اسفين يا شيخ، احنا اسفين بجد، انا بعتذر لك. امال انا مش عارف يعني. اتفضل كمل. احنا اسفين. امال لو عرفتي بقى ان جوزك متجوز واحده ممثله معاه عارفها من سنه؟ ايه اللي حضرتك بتقوله؟ ممكن تكمل على الاستاذ ابراهيم؟ الاستاذ ابراهيم وانا بقوله متجوز ايه السنه بالظبط؟ متجوز
استنى انت ايه اللي بتقوله ده؟ مفيش الكلام ده. لا انت ايه اللي بتقوله يا عم؟ لا مفيش يا عم الكلام ده يا عم. ازاي يا شيخ لو سمحت حضرتك كده بوظت الحلقه. انا معلش انا جايه دي مسابقه عادي وانا جاوبت. يا شيخ دي مسابقه عادي حضرتك جيت دخلت في حاجات. انتوا بتسالوني وانا جاوبت. اتفضل يا استاذ عادل لو سمحت بعد اذنك. انت صدقني استني بس دي اولا كده بس من غير اي كلام. استني بس اقعدي خد دي كده بس. استني استني بس هقول لك بس لحد ما نمشي. طب ممكن لو سمحتي بعد اذنك تقعدي عشان احنا مش لوحدنا في المكان دلوقتي. في جن معانا دلوقتي. البسي لو سمحت الدبله بتاعتك. ممكن ما تصدقيش. هات لو سمحت البسي دي بسرعه. ممكن ما تصدقيش الكلام ده. مش اي حاجه يتقالك تصدقيها. لو سمحت بعد اذنك. ممكن تدي خالص حضرتك كده يعني. يا اخوانا دلوقتي احنا في جن حاضر معانا لو سمحتوا بعد اذنك. ايه ده يا استاذ بعد اذنك؟ ربع ايدك عينك في عيني شويه. مش بص في عينك يا عم. ما ينفعش اللي انت عينك في عيني شويه. بقول لك الواحده الثانيه يا بيه اللي انت فضلتها على مراتك واتجوزتها عامله لك عمل وملبساك جن. الجن ده بيخليك تبقى كاره البيت وبتشتغل بيه باي حاجه. بص لي مش باصص في عينك يا عم عشان ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. لو سمحت بعد اذنك انت دلوقتي في مشكله. انت في مأزق. انت ومراتك في مأزق. انت لابسك جن. الجن ده ممكن ياثر عليك وياثر على مراتك. احنا دلوقتي عايزين نساعدك بعيدا عن المشكله بتاعتك. خليكي مكانك لو سمحتي. اقعدي مكانك. اقعدي مكانك لو سمحتي. اقعدي مكانك عشان انا مش لوحدي دلوقتي. ما حدش يقرب منه ولا يلمسني بعد اذنكم. وما حدش يقرب منه انتوا كمان. انا ممكن احرقكم كلكم دلوقتي. ده فين اللي انت بتكلمه؟ خليك معايا انا لو سمحت. ما حدش يقرب منه. طول ما هو قدام عينيا ما حدش هيقدر يأذيه. انتوا فاهمين ولا لا؟ قلت طول ما هو قدام عينيا ما حدش هيقدر يأذيه. خليكم معايا انا. محدش يقرب منه خالص ولا منها هي كمان. هي ملهاش ذنب ملهاش دعوه خالص. خليكم معايا. محدش يقرب منه خالص ولا منها هي كمان. هي ملهاش ذنب ملهاش دعوه خالص. خليكم معايا. اهدوا مكانكم زي ما انتم. محدش يتحرك. محدش يتحرك من مكانه. محدش يتحرك. فنادى ربي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهدوا شويه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اهدوا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اهدي 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 اهدي. يومين ويبقى عندك. يومين ويبقى عندك ان شاء الله. اهدي شويه. لا اله الا الله. 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 ما حدش يلمسني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اهدوا شويه يا شيخ. لو سمعت حرام عليك. حرام عليك ممكن ترجع لنا الراجل. عايزه اقول يومين ويبقى عندك. يومين ويبقى عندك. يومين ويبقى عندك. انت زعلانه عليه ليه؟ ده متجوز عليكي. ممكن يجي؟ مش سامع حاجة. هات الراجل بسرعة. قومي قومي احنا بنظر معاك. بنظر معاك. معلش كنت بعتولي له. ها؟ جاي هو جاي هو جاي. سامع. لا بنظر معاك. بنظر معاك. حد يا جماعة مية. اسماء. يا بنتي اهدي. اسماء اهدي. احنا بنظر معاك. احنا بنظر معاك. بصي فين؟ اهو ابراهيم قدام الباب. اهو 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 اهو. اهو بالراحه بالراحه. اهدي اسماء. اسماء بجوحه. اهدي الاستاذ علاء. مفيش حاجه. ده مفيش اي حاجه. انا هنظر معاك. احنا ممثلين. ويلا قومي لو سمحت بسرعه. بيهزر معاك. مفيش حاجه. يلا قومي. قول مش متجوز عليا. مين اللي متجوز عليك؟ هو حد يبقى يعرفك يا هبله متجوز عليك؟ لا لا انت بقى مع الهديه. قول لي انا مسني خلاص. انت على طول الدبله سهله عندك كده يعني. يا استاذ ابراهيم نصالح تصالح مراتك كلها. ما تزعليش يا عسل المقلب وصل. ما تزعليش يا عسل المقلب وصل. ما اقدرش ابص لغيره.